الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي الدكتور يوسف الحربي. أهلا وسهلا معنا. يا مرحبا، حياك الله. عفوا، يوسف العمري. دكتور يوسف العمري، مرحبا، أعتذر حياك منك. الله. لا أسفك. دكتور يوسف، نور سيدتي أول حاجة. الله يسلمك، ثاني شكرا. شيء كنت حابة أسألك أنا عن هنا، انتبهت على حاجة قالتها قبل شوي دكتورة سارة، إنه العنصر الشبابي عندكم مرة مهتمين فيه، فأنا كنت حابة أسألك إيش هو أهمية عنصر الشباب وكيف هيساعد في تحقيق رؤية الجمعية بحكم إنه كمان أغلب الإدارة عندكم شباب؟ في البداية نشكر لكم التغطية لتدشين الجمعية السعودية لتثقيف الدوائي. يمكن من الأشياء المفارقات اللي اكتشفناها مع الوقت أن متوسط أعمار الجمعية السعودية لتثقيف الدوائي سواء في مجلس الإدارة أو المجلس التنفيذي هو الأصغر في متوسط الأعمار في القطاع الثالث، في القطاع الغير ربحي. فأعتقد أن هذا خلانا تحت تحدي صراحة كبير، أن هل الشباب الممارس المتخصص قادر على قيادة القطاع الثالث خصوصا ضمن الرؤية الوطنية في دعم القطاع الثالث وإشراكه وتفعيله بالإضافة صحيح. للقطاعات القطاع الحكومي والخاص. ما أخفي أن إحنا في تحدي الآن، وإحنا يمكن نقول جمعية الشباب التي تمثل مدى مقدرة القيادات الشابة على تفعيل القطاع غير الربحي. يمكن احنا كما قالت الدكتوره ساره املنا من 2010، فاحنا لنا تقريبا 7 سنوات في القطاع الثالث، الامتداد في مختلف مناطق المملكه، التوسع خليجيا. اعتقد انه سوف يساعد كثير في تفعيل الجمعيه باذن الله واعطاء صوره حسنه. طيب دكتور يوسف، الشباب غير المتخرجين، الصيدلانيين غير المتخرجين، هل لهم الان يعني كمان مساهمات معاكم؟ إيه، عندنا احنا عدد اعضاء اللي امتدوا طلعوا مستديو بصمه الى الجمعيه اكثر من 3500 عضو. ممتاز. عندنا في اللجان التنظيميه اكثر من 120. يمكن في البدايات احنا كنا نشتغل على الكوميونتي ديفلوبمنت اللي هو التنميه المجتمعيه، بدايه الجوف، عرعر، جيزان، اسير، مكه، المدينه. كنا نشتغل باستراتيجيتنا نجيب قيادات شابه متمكنه، نمكنها نخليها تبني استراتيجيات وشراكات مع المجتمع المحيط، حتى اصبح لدينا الان اكثر من 9 فرق في مختلف مناطق المملكه، عدد الفعاليات اكثر من 170 فعاليه. حتى ولله الحمد اعتقد ان احنا من اول المجموعات، يعني الجميع يمكن اول مختلف اللي تمتد خليجيا، سواء في الكويت المسجله في وزاره الشؤون الاجتماعيه او في السعوديه عن طريق الجمعيه السعوديه لتثقيف الدوائي المسجله في وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. دكتور يوسف بن صالح العمري، رئيس مجلس اداره الجمعيه السعوديه للتثقيف، شكرا على وجودك معنا.